اهلا بيكم مشاهدينا ومشاهدي تحيا مصر، معاكم من دمياط ايمان الولائي ولايف جديد. النهارده معانا استغاثه من ام بتربي الايتام، ام لولد وبنت اطفال توفى زوجها، وفجأة بعد وفاه زوجها باسبوع بحماتها وسلفها بيطردوها من الشقه ويفتعلوا المشاكل عشان تسيب الشقه وتمشي. طبعا ملهاش متوى تاني لان هي ساكنه في بيت عيله ودي شقتها، وفيها شقه عمر زوجها زي ما قالت ان هو كان يعني مخليها جنه. لكن اللي حصل بعد وفاته ان هم انقلبوا عليها وحبوا ياخدوا الشقه واخدوا ورشته اللي تحت الشقه واخدوا فلوسه ويحاولوا يمشوها من البيت. مشاكل كتيره حصلت وتعرضت لاهانات وللضرب هي واولادها، وبعد تمكين ووصاية على الأولاد قدرت إن هي تروح الشقة، لكن فوجئت إن هي البلاط عبارة عن كوم تراب. هنشوف دلوقتي في الصور الشقة عاملة إزاي، الحقيقة حاجة لا يتخيلها عقل. يعني المفروض إن هي بتربي ولادكو، بتربي لحمكو، إن أنتوا تكونوا خير معين ليها وتعينوها على تربية أولادكو، مش يعني تكونوا اعداء ليها وتحاولوا ان انتوا تدمروها. معلش ورينا الصور، هنشوف صور الصور على البلاط. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده بلاط الشقه بعد ما تم تكسيره وكسروا السباكة والحنفيات والأبواب، وكل حاجة في الشقة بقت خرابة، وطردوها من الشقة وضربوها وضرب أولادها. الحقيقة مأساة بتتعرض ليها الأم، وبنعرف منها إيه اللي حصل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. قولنا إيه اللي حصل معاك؟ مسكي المايك كده من هنا أو أنا مسكولك، مش مشاكل؟ والله المشكلة بدأت بعد وفاة زوجي تقريبا من 6 سنين. توفى في أغسطس 2017 في حادث سير فجأة، وبعد وفاته يعني رضينا بقضاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى، ومعايا طفلين، ولد وبنت. الولد كبير والبنت أصغر منه، كانت داخلة أولى ابتدائي. فبعد وفاته يعني توفى وبنتك عندها 6 سنين. كانت داخله اولى ابتدائي 6 سنين. والولد كان داخل تقريبا سنه 5، كان عنده 9 سنين. ايوه. فرضينا بقضاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى، وبدانا يعني نعيش. ما فيش بعد وفاته بكام يوم اتعرضت لبهدله جامده من اهله، اخواته 4 وامه. بداوا يطلعوا يحاولوا يطردوني من الشقه، واخوه عايز يطردني من الشقه، بيقول لي دي شقتي ومعايا عقد بيقول ان دي شقتي ومكتوبه باسمي. طبعا اتحملت مره واثنين وثلاثه اهانه. انت ساكنه في بيت عيله؟ انت في بيت عيله محافظه دمياط، قريه ولاد حماه. اخو زوجك وحماتي. والبيت باسم حماتي اللي هو توفى من حوالي 8 سنين تقريبا. يعني قبل ما يكتب الشقه، يعني قلت لي ان العقد ده هو قال ان هو العقد ده مكتوب باسمه من زمان، وانا بشكك في العقد بصراحه. لان تقريبا في التسعينات ما كانش في عقد بيتكتب كمبيوتر، ما كانش لسه كمبيوتر موجود لكتابه دي حاجه يعني. والطبيعي ان الوالد مش هيكتب لابنه ويسيب بقيه الابناء. انا بشكك يعني ان تحصل حاجه زي كده. فالمهم فضلنا في نزاع وخناق ومشاكل فترة 2 سنين، نفس الكلام ونفس القصة، وعايزين يخرجوني من الشقة وياخدوها، وبحجة ان هي شقته مكتوبة باسمه وعايش شقتي، اهانة وشتيمة وسب وقصف وضرب مرة واثنين وثلاثة. في المرة الاخيرة بقى لما ابني اتضرب قدام عيني وما اتحملتش ان انا اشوف منظره. قولي ان هو داس على راس ابنك. داس معايا الكلام ده متسجل فيديو. فكان الموقف صعب عليا قوي ان انا هفقد اخويا او هفقد حد من عيلتي. فنزلت وسبت الشقه، خدت ولادي ومشيت، وتاني يوم رحت لرئيس المباحث فحكيت له اللي حصل. فقال لي مش هينفع تعيش في وسطهم يعني بسبب اللي حصل لك ده، انا عارف الاحداث اللي حصلت كلها،
هتاخد حاجتك وترفع عليهم قضية حيازة للشقة لان معاك قصة اطفال. فاخدت حاجتي ومشيت ورحت اجرت. اجرت برا عايشة بالايجار. وطبعا ما فيش معايا اي دخل غير وظيفتي. زوجي الله يرحمه كان نجار موبيليا، كان عنده ورشة وطبعا اخدوها. فأجرت واخدت حاجه. كانت مشكلتي الايجار والمعيشه ومصاريف الاولاد اللي ايجار ومعيشه والاولاد محتاجين مصاريف وطبعا الحياه صعبه زي ما حضرتك عارفه. و ف لا اله الا الله اخدت حاجتي واجرت ومشيت. ورئيس المباحث قال لي هترفع عليهم قضيه بحيازه الشقه. رفعت واخدت تمكين. وطبعا على ما القضيه خدت مجراها وجلسات وحكم، ولما الحكم طلع ورحت استلم الشقه في شهر يناير 2020 تقريبا، لقيت الشقه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طبعا اول ما دخلت الشقه وقعت من طولي لما شفت منظرها قدام. الشقه عباره عن كوم تراب، بلاط متكسر، النجاره متشاله، السباكه متشاله، الكهرباء بتشاله، ما هي الشقه ما تسكنش. فطبعا الشرطه اللي كانت معايا عملت محضر بالتفاصيل اللي لقوها في الشقه. زي ما احنا شايفين الشقه عباره عن خرابه او كوم تراب زي ما بيقولوا. ايوه. فاتعمل طبعا كان مستحيل تعيشي في الشقه، ما ينفعش، لان زي ما قلت لي قبل هوا ان هم كسروا الابواب والشبابيك والسباكه. لا ما تصلحش للعيشه اساسا، خلاص ما عادش تصلح للعيشه زي ما حضراتكم شايفين، مفيش، كل حاجه متشاله منها، والبلاط متكسر، حتت السيراميك والبلاط وكل حاجه متشاله منها. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان ما اسكنهاش، عشان اولادهم الايتام ولحمهم ما يتربوش فيها. المفروض انت بتربي اولادك. هنفترض ان انا بني ادمه مانيش سويه او مانيش كويس، يعني ممكن خدوا اولادكم وربوها في الشقه، وربوهم في الشقه، شقتهم. ممكن واحده غيرك انت، يعني انت شكلك صغيره. اه انا عندي 41 سنه. 41 سنه اعتقد واحده غيرك ممكن تقول لهم خدوا اولادكم وانا هروح اتجوز واعيش. هم ما حاولوش يا فندم، بقالهم 4 سنين ما يعرفوش حاجه عن الاولاد، وما حاولوش يسالوا عليهم ولا يعرفوا عنهم حاجه، ولا يصرفوا عليهم ولا يهتموا بيهم. المفروض ان دول لحمهم ودمهم، المفروض رد لابنهم اللي مات او لاخوهم اللي مات ان هم يرعوا اولادهم. المفروض ده لو كان عندهم وفاء ليه، ولو عندهم ذره حب ليه، كانوا خدوا لحمه وربوه واهتموا بيهم. هم طمعوا في الشقه وما لهمش دعوه هم هيتربوا ازاي، ولا هيعيشوا ازاي، ولا هيعيشوا فين، ولا هيأجروا فين، ما لهمش دعوه. والدليل ان هم بقالهم 4 سنين ما سالوش عليهم ولا يعرفوا عنهم اي حاجه ولا بيحاولوا، مع ان احنا في بلدين جنب بعض، يعني بيننا وبين ولاد حمام تقريبا 10 دقايق. عايشه ماساه وعايشه معاناه، ان انت بره شقتك مأجره. ايوه انا ما كنتش عايزه الامور توصل للدرجه دي طبعا، يعني انا ما كنتش عايزه. طبعا هم الناس بتسالهم بيقولوا لهم لا ده هي اللي مشت وخدت حاجتها وهي اللي عايزه تمشي. في واحده هتسيب شقتها بالمنظر دي بالامكانيات دي، وكانت عايشه في وسط اهلها 100 متر وحاجه مستوى زوجة حط كل شقتها. اه ايوه، يعني اروح اجر بمبلغ وقدره وهم كانوا هيعيشوا في وسط اهلهم واهلهم هيراعيهم. يعني انا عايزه اقول للناس اللي هم بيصدقوا كلامهم، فكروا قبل ما تصدقوا، فكروا في اللي حصل، فكروا ازاي هم يوصلوا الشقه للمنظر ده، فكروا ازاي ما يسالوش على اولادهم 4 سنين، فكروا ليه رموهم. احنا مرميين في الشارع الساعه 2 بالليل، الساعه 2 صباحا، بقيت بستغيث بالشرطه وبستغيث بعمده البلد وبستغيث بالناس، ما حدش واقف جنبي. انت يعني توجهي لهم كلمه، تقولي لهم ايه؟ ان ولادكم ولحمكم ودمكم انتوا اولى بيهم. هقول لهم خير البيوت بيت يكرم فيه يتيم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا خير البيوت بيت يكرم فيه يتيم او يتربى فيه يتيم. وانا الحمد لله يكفي ان انا زي ما الرسول قال هسابقه على باب الجنه، مش عايزه اكتر من كده والله. طبعا لو كنت عايزه اتزوج كان فاتني تزوجت، بس انا اخترت الرساله الثانيه ان انا رب الايتام، وان شاء الله باذن الله هخليني معاهم لاخر لحظه، وان شاء الله تشوفوهم حاجه كبيره. معايا ابراهيم ومعايا ملك، وما شاء الله. انتي بتطالبي بايه دلوقتي؟ انا بطالب عايزه حق اولادي، عايزه شقتهم، ده حقهم وده بيتهم، زي ما عمامهم قاعدين في بيوتهم وفي شققهم وعندهم. فين حقهم؟ فين حق ابوهم؟ فين حقهم في بيت جدهم؟ ليه؟ سؤال واحد، ليه خربتوا الشقه؟
ليه رميتوا لحمكم في الشارع؟ ليه عملتوا كده؟ ليه؟ انا عايزه بس رد على السؤال ده، انا عملت فيكم ايه؟ هنفترض ان انا وحش، كنت خدوا اولادكم ربوه ورموناني في الشارع، لان حقهم ان هم كانوا يتربوا في بيت ابوهم ويتصرف عليهم ويعيشوا كويسين زي ما انتم واولادكم عايشين كويسين وعايشين عيشه كريمه. بس دي الرساله اللي بوجهها، وبوجه رساله طبعا يعني للقضاء بتاعنا، القضاء بتاعنا يعني بوجه له رساله ان هو يهتم بقضايا الاسره، بقضايا الاسره وقضايا والايتام وقضايا المراه وقضايا الايتام وحقوقهم. يعني رساله مني للقضاء المصري، اهتم بالنقطه دي. اكيد القضاء المصري يعني احنا واثقين فيه، وسياده الرئيس طبعا مهتم بقضايا المراه، وفي قوانين كتير صدرت الحقيقه لصالح المراه وحمايه المراه. احنا بنقول ربنا يجازيك خير عنهم، وبنقول بنوجه رساله لاسره الزوج، يعني كفايه ان الاولاد اتحرموا من باباهم، حرام ان هم يتحرموا كمان من عمامهم ومن ستهم او من جدتهم. يعني ليه؟ يعني اعتقد الحب والموده من رساله لجدتهم، ازاي 4 سنين ما تشوفوش اولاد ابنك؟ ما كنت بتبكي عليه ليه 4 سنين ما تعرفيش عنهم حاجه، ولا حاولتي تشوفيهم، ولا حاولتي تبعتي تشوفيهم، ولا تسال عليهم، رغم ان هم مروا بظروف صعبه؟ ليه عملت فيهم كده؟ ليه؟ حتى لو عمامهم كانوا قاسيين عليهم، انت كان ممكن تلين وانت اللي بايدك كل حاجه. ربنا يهدي النفوس، واحنا بدورنا بنقول لهم يعني لا عقارات ولا اموال تعوض نظره محبه من ولاد اخوكوا ولحمكوا ودمكوا. كمان يعني المراه المعيله او المراه اللي بتربي ايتام، الله يعينها على المصيبه اللي هي فيها، لما توفى زوجها وفجاه لقت نفسها مسؤوله عن اطفال والوحديه بتعافر في الحياه، يا ريت احنا كمان ما نحطش عليها، يا ريت ان احنا نساعدها ونعينها بدل ما نطردها من شقتها ونكسر لها شقتها. يعني الحقيقه صعب، صعب جدا. يا ريت يا ريت يعني تتراجعوا عن اللي انتوا فيه، وتفكروا ان اي انسان في لحظه مصيره ان هو خلاص بيفارق الدنيا، فيا ريت نعمل لاخرتنا، ويا ريت نراعي ربنا ونراعي ولاد اخونا. طبعا نقلنا ليكم استغاثه السيده الفاضله اللي بتستغيث، اللي يعني هو جاء تمكين ليها من الشقه، لكن زي ما شفنا ان هم خربوها وقالوا لو قعدتي فيها هنقتلك. فيا ريت يا ريت يتراجعوا عن اللي هم فيه، وقلبهم يرق لاولاد اخوهم. مشاهدينا كنا معاكم من محافظه دمياط، عايز تقولي حاجه؟ في حاجه كمان، يعني في تهديدات كتير بتوصلني من ناحيته، فانا ببلغ القضاء رساله مني، لو اي حاجه حصلت لي انا واولادي هيبقوا هم المسؤولين عنها. احنا بنوصل صوتها. السيده الحقيقه خايفه من التهديدات اللي بتجيلها من اعمام اولادها او من اخوات زوجها، و احنا بدورنا واثقين في القضاء المصري، واثقين في الشرطه المصريه اللي ما تاخروش، حقيقه الشرطه دمياط ما تاخروش وكانوا بيجروا مع السيده وبيحاولوا استرداد مصالحها، وبالفعل خدت تمكين وخدت وصايا على اولادها، لكن زي ما شفنا رد فعل الاسره اللي قامت بتكسير الشقه. مشاهدينا كانت معاكم ايمان البلاقي لتحيا مصر، وشكرا لكم.